خلينا نقول القضية الرئيسية، السبب في اللايف ده النهاردة. ما هو كل لايف وليه حكاية، وكل حكاية وليها سبب، وكل سبب لأن ببقى عايز كتير أريح، وبعدين لا أو لا لازم أطلع أقول دي النهاردة. نقول الموضوع بالراحة كده، سنة سنة يا غاليين، ومحتاج شوية تركيز. تحبوا ناخد 5 دقايق راست ونعمل كوباية شاي ولا نكمل؟ أنا الشاي جنبي جاهز. نكمل؟ هما فعلا كلهم مش مهنيين والله، ولو اقسم بالله اقسم بالله، يا ريت مره يا استاذه عزيز تفتحي معايا الكاميرا، انا بثق فيك طبعا وانت عارفه كده كويس، وافتح لك الدبلومات والشهادات اللي عندي في مجال الاعلام، بس افرجهم لك عشان تعرفوا الفرق. ليه هما بيحاربونا؟ مفيش واحد فيهم عنده ورقه من الورق اللي عندي، الدبلومات الدوليه اللي عندي. يلا نشرب شاي من الجديد. حد يحب يشرب شاي نستناه، ولا ندخل في الموضوع زي ما قلت لكم؟ كل بس وليه حكايه، وحكايتنا النهارده حكايه ولا كل حكايه، حكايه نجم كبير، حكايه نجم عظيم، حكايه نجم مصر لا شافت ولا هتشوف زيه، حكايه نجم عايزين يختلوه، عايزين يقتلوه، عايزين يذبحوه. هو مين النجم ده؟ قول معايا عشان نحكي الحكاية واقول لكم ربنا بيعمل ايه وبيفضحهم اكتر واكتر. مين هو النجم اللي بيقتلوه؟ النجم المصري، النجم الزملكاوي، النجم الجميل، الاسد، السد العالي، البطل اللي مفيش زيه، اللي مستواه ما بيقلش ولا، طارق حامد. محمد عبد العال اول واحد قال الاسم طارق حامد. هما مصرين على اغتيال موهبه طارق حامد، مصرين. نقول بالدليل؟ طب ما عندنا بدل الدليل مليون دليل. نبتدي بالبطوله العربيه، نبتدي استبعدوه من البطولة العربية بالرغم ان هو افضل لاعب في العالم في مركزه، وانا كده على فكرة ما بكذبش، لان الافضلية بتتحسب بثبات المستوى. هو مستوى ثابت ولا يتغير، اللي كان بيلعب والدم بينزف في الدم وبيلعب، اللي بيتضرب وبيلعب، الراجل اللي مفيش زيه، اللي فردت شرابه بعد ما بيقلعها وهي عرقانه انضف من الجهاز الفني كله لمنتخب مصر، فردت شرابه اللي ريحتها عرق، العرق ده اشرف من الجهاز الفني كله لمنتخب مصر. خلصت البطوله العربيه واعلن السيد فنكوش المسمى بكروش انه مش هياخدوا معاه بطوله افريقيا. طز فيك يا كروش. طارق حامد احسن منك، بس شوف ربنا ما بيقول لك ايه، شوف ربنا بيقول لك ايه عشان يفضحك ويكشفك. شوف يا كيروش يا اللي مش محترم، انت بتحاول تحط السولية ان هو البديل الافضل لطارق حامد وهو اللي بينفذ تعليماتك. اوكي ماشي يا عم، بتفهم احسن مننا. اوكي انت عالمي، انت كبير، انت عظيم، السولية احسن، موافقين ومصدقين، اصل ده منتخب مصر لازم ندعمه. طيب السولية مش هيلعب معاك بطولة افريقيا، ايه رأيك يا عام؟ السولية اصيب، ده ربنا بقى اللي بيشتغل. السولية اصيب، عمر السولية لاعب الاهلي كل المحبة والتقدير ليه والف سلامة ويرجع لاهله وبيته بالسلامة، اصيب وما لعبش ماتش السوبر، وهياخد من 3 لـ4 اسابيع ومش هيكون جاهز مع المنتخب، وخلاص اعلن ان هو مش هيلعب مع المنتخب. ايه رايكم بقى؟ ما رايكم؟ ده ما فضلكم. اللاعب اللي انت بتتعكز عليه يا سيد كيروش اصيب، المفترض ان الكيروش ده لو بيخاف على مصر وبيخاف على اسمه
ومهم عنده انه يفوز بالبطوله، وهو مصدق نفسه ان السوليه احسن من طارق حامد، او السوليه مش هيلعب، يبقى استدعي مين دلوقتي؟ بالعقل كده يستدعي مين؟ يستدعي خالته ولا يستدعي طارق حامد؟ افضل لاعب في العالم في مركزه، وانا مش بهزر، مش مهم ان هو يكون بيلعب في برشلونه ولا في ريال مدريد ولا في نادي خالته ام حسن. الثبات، الثبات على المستوى. معنى ان كروش حتى هذه اللحظة لا يستدعي طارق حامد بعد اصابة السولية، عمرو السولية، معناه ان في عملية ممنهجة لاغتيال افضل لاعب في مصر والعالم العربي وافريقيا وكل حاجة. ده مش منتخب خالته على رأي ابو محمد الاسوان، ده منتخب مصر. هم عايزين فعلا على رأي السنة محمد عبد العال بيخلصوا على لعبة الزمالك واحد ورا التاني، واحد ورا التاني، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مجلس إدارة نادي الزمالك، يا مرتضى منصور، يا أحمد مرتضى، يا هشام ياكان، يا ممدوح عباس، يا عتال، يا عبد خالي، يا جورج، بدل التويتات اللي ملهاش لازمة، ما تشتغل شوية تويتات كده على كروش وتطلبوهم بضم مصطفى طارق حامد. إيه رأيكم؟ ما تحاولوا كده تبقوا محترمين كده 24 ساعة. يا زملكاوية لايفات وفيسبوكات وتويترات ومهاترات، يا اللي بيسمعك 10 و11، ويا اللي بيسمعك 1000 و2000، ويا اللي بيسمعك مليون، خليك راجل، قول على نفسك راجل، عشان انا بقف موقف الحق. يا زملكاويه اللي في كل حته، طارق حامد يغتال، خلي بالكوا هم عايزين يضيعوه، عايزين يضيعوه. دي الناس عندها فكر. لا يعني لما كان زيزو كان اخطر لاعب في ماتش الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا، اخر بطوله كان حضرها مرتضى منصور، وجاب الكره في العارضه اللي هي كانت هتبقى القاضيه، لعبه في دماغه في البتاع، ما اداناش حاجه غير لسه راجع اليومين دول الثلاثه اللي فاتوا دول يلعب كوره. اختلوه لمده سنه. امام عاشور لما ابتدى يجيب اجوان ويمسك العضله قاموا موقفينه مش عارف 12 ماتش ولا ايه. شيكابالا لما ابتدى يعدل الكرة ويرص وكل ماتش اليوم يجيب جون وابتدى بقى شباب تحس ان عنده 18 سنه، وقفوا 8 اشهر، وخد وزيد 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 وعيد. جهاز فني المنتخب بياخد اللعيبه اللي طالعه من الزمالك علشان يهد الزمالك. في ايه؟ احنا مش حاسين؟ احنا مش دريانين؟ احنا تعبنا. طارق حامد يغتال، بأيادي فساد، وللأسف للأسف مافيا بتسيطر على الأحداث. أنا بناشد كل إنسان شريف، اللي مش شريف ما يتكلمش في الموضوع ده، بناشد حضراتكم كل واحد يعمل بوست، بناشد كل إنسان نظيف. الوسخ بقى خليه في وسخته بقى، يقعد يطلع يتكلم على وساخة وهو وسخ، هيتن وسخ، هنعمل له إيه بقى؟ أم ما ربطوش، ما خدين زبنا منه. بس اللي بيقولوا ان هم زملكاويه نضاف، اطلع اطلع قول، اطلع قول. انا معاك يا فؤاد باشا، انا معاك، ولكن احنا قلبنا حرقنا، قلبنا حرقنا يا استاذ رأفت سمير، محمد محمود، وام هيثم. ده افضل لاعب، ده افضل لاعب. بيعملوا ايه يعني؟ السما بتقول لك يعني الهزيمه بتاعتنا في ماتش تونس والهزيمه بتاعتنا في ماتش قطر، ده عقاب من السماء، عقاب من رب العالمين، اذلال. يعني عندنا اذلال، اتذلينا يعني، ما فيهاش كلام غير كده. كمان اللاعب اللي انت عمال تنفخ فيه، بالرغم طبعا من خطأه الكبير، انا عامل نفسي مش واخد بالي، ما تفكرنيش، ها، مش واخد بالي، اصيب ومش هيلعب البطوله. يعني بالله عليكم، بالله عليكم، الواحد يعمل ايه؟ على العموم هنشيل لكم خبر عن مرتضى منصور حول هيترشح ولا لا.